بسم الله الرحمن الرحيم واهلا، انا رشاد فقيه وحاب اعطيك فكره عن دوره اسرار الذكاء الاجتماعي، فن التعامل مع الاخرين، كيف تعيش الالفه والتاثير، الثقه والتعاون، مفتاحك السحري الى قلوب من حولك في وقت قياسي، دليلك العمل لتنميه علاقاتك الشخصيه والمهنيه من خلال تطبيق 8 مهارات اساسيه لتصبح نجما اجتماعيا محبوبا. آفاق جديدة. الحقيقة هي أن الكثير منا يبذل سنوات من عمره في صقل وبناء مهاراته العلمية والمهنية، لكن فن التعامل مع الآخرين سيبقى العنصر الرئيسي الذي يوجهنا عبر المسارات المعقدة للعلاقات الإنسانية على اختلاف شخصيات الناس وحاجاتهم. إتقان هذا الفن يتطلب منا أن ندرك الدور الذي تلعب المواقف والسلوكيات في جودة تفاعلاتنا واتصالاتنا مع الآخرين من حولنا. يعني المواقف اللي احنا بنمر فيها بتؤثر في ردود افعالنا، لازم نفهم هذا الشيء. مرحبا بالنجوميه. اسرار الذكاء الاجتماعي هي الحدث الذي يتيح لكل منا ان يكون ذلك النجم الاجتماعي الذي يملك القدره على بناء علاقات متينه والاتصال مع الناس بسهوله من خلال التقنيات السهله والاساليب الممتعه والديناميكيه التي تسهل لنا ان نخرج افضل ما في انفسنا وكذلك في الاخرين من حولنا في نفس الوقت. كل ما تبحث عنه هو أكثر. إذا كنت تبحث عن السر الذي سيمنحك علاقات أكثر انسجاماً مع الآخرين، فهذه الدورة هي ما تبحث عنه. هذه الدورة الفريدة هي دليلك الذي يقدم لك خطة عملية وقوية لتصل إلى علاقات رائعة ومثمرة أكثر من أي وقت مضى، سواء مع رؤسائك أو زملائك أو مرؤوسيك أو أفراد عائلتك. في كل مكان حتقدر تأخذ علاقاتك إلى مستوى أعلى مما كنت تتخيل. ستتعلم معنا في هذه الدورة معنى الذكاء الاجتماعي، كيف تنمي ذكائك الاجتماعي تخليه يزيد أكثر وأكثر، كيف تفهم الآخرين، كيف تعبر عن رأيك بوضوح، كيف تطلب ما تريد بثقة، كيف تقدم التغذية الراجعة الفيدباك وتحصل عليها أيضا والتقييم من الآخرين وأراهم بطريقة ما تؤدي إلى الزعل ويكون عندك دفاع تجاه ردود الأفعال عند الناس الآخرين، كيف تتقن التأثير على الآخرين، حل الخلافات، كيف تنمي التعاون وروح الفريق؟ كيف تكسب المرونة؟ لماذا تشارك معنا في هذه الدورة وفي هذا الحدث؟ إذا كنت تشعر أنك أنت لا تحقق النجاح الذي يقابل إمكاناتك خصوصاً على الصعيد الاجتماعي، إذا كانت مساعيك الجميلة تجاه الآخرين تقابل بالرفض والصدود منهم، إذا كنت تشعر بأنك تستنفذ طاقتك في الجدال والاختلافات والكلام الفاضي وفي النهاية لا يسمن ولا يغني من جوع وما توصل النتيجة اللي أنت تتمناها، إذا كنت تتمنى أن تكون علاقاتك أكثر انسجاماً وإشباعاً، إذا كنت عازماً على التخلص من المشاعر التي تقوض شجاعتك وتخليك تكون خايف في التواصل مع الآخرين، إذا كنت تسعى لاكتساب الحكمة في التعامل مع الآخرين أكثر، إذا كنت ترغب في التعبير عن آرائك بكفاءة وفعالية في نفس الوقت، إذا كنت ترغب في الاتصال على مستوى أعمق بأبنائك وأفراد أسرتك، إذا كنت تسعى إلى تحقيق أرقام أكبر لمبيعاتك، إذا كنت تبحث عن علاقة أفضل مع رئيسك أو مع موظفيك، إذا كانت إجابتك بنعم على أي من هذه الأسئلة فأعتقد أنه هذه ممكن تعطيك الدافع أنك أنت تنضم إلينا وتنضم معنا في ركب المؤثرين وتكون أحد الأفراد اللي راح يكونوا موجودين معنا خلال برنامج أسرار الذكاء الاجتماعي. كانت هذه نبذة مختصرة، نقاط زي ما يقولوا رئيسية، رؤوس أقلام لأشياء راح نناقشها بتفصيل عميق جداً على مدار أكثر من 12 ساعة تدريبية فيها التفاعل بيني وبين المشتركين والتفاعل بين المشتركين وبعضهم، راح تطلع فيها بالعلم وبالمتعة وبالفائدة بإذن الله، حتى أنه أنا أراك في نبذة أخرى عن دورة أخرى وبرنامج آخر. أتمنى أنك أنت تعيش كل يوم بالحماس وتعيش بالإيمان وتطلع أفضل ما عندك وتوري الحياة أحلى ما فيك، وأشوفك على خير بإذن الله.